رحب أهالي ديالى بوصول باب الفاتيكان، ويتأملون أن تكون لمحافظة ديالى حصة من هذه الزيارة لتحث من هم على رأس الهرم لتقديم الخدمات، عادين الزيارة دعما روحيا من أعلى زعامة مسيحية لجميع العراقيين بعد الوضع الصعب للغاية الذي مر به العراق في الماضي. نحن نتمنى انه يجي يزور المحافظه دياله، لانه طبعا انه يقدمون المسؤولين بعض الخدمات حتى نشوف نرى النور، لانه لحد الان انه ما شفنا اي منجز خدمي للمحافظه بالذات. نتحدث عن دياله، احنا من اهل دياله نامل من المسؤولين انه يدعون البابا ايضا لزياره البابا كمواطنين، يعني حتى تكون بعقوبه ونواحيها وقراها في احلى حله واجمل وابهى يعني. مراقبون اكدوا ان وصول البابا فرنسيس يحمل رساله للعالم ان العراق يتقدم بشكل ملحوظ، وأنه مليء بالحب والسلام والخير بين جميع مكوناته، وإن ما جرى من أحداث سياسية وأمنية هو مجرد صراع سياسي بين الكتل الحاكمة. أنا أحب زيارة البابا وأفضلها، وأتمنى هاي الزيارة لا تكون زيارة أحادية، أتمنى زيارات متكررة من عنده من الأخوان الأخوة المسؤولين المسيح. إضافة لهذا كل أي دعم من دولة خارج العراق للعراق هو دعم للعراق ولمسيرة العراق الحقيقية وضرب للهويات الفرعية اللي موجودة الآن بالعراق. يتأمل أهالي ديالى أن يكون لمحافظتهم حصة من زيارة الشخصيات المؤثرة في العالم لتحث المسؤولين على تقديم الخدمات التي أصبحت معدومة في أغلب مناطق المحافظة. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.